مرحب بحضرتك باشمهندس نجيب، وبقول لك كل سنة وانتم طيبين. عيلة سويرس كلها على مرور 20 سنة على تأسيس مؤسسة سويرس للتنمية. أنا بشكل شخصي عايزة أتعرف على مين هو المهندس نجيب سويرس. حضرتك درست إيه؟ أنا درست في المدرسة الألماني الأول حتى ثانوي، وبعدين عملت ثانوية عامة برضو أنا في المدرسة الألماني، ودخلت هندسة القاهرة، وبعدين قدمت على البوليتكنيك في سويسرا في زوريخ، ورحت زوريخ ودرست في البوليتكنيك ميكانيكال إنجينيرينج، وعملت ماسترز في البيزنس أدمنستريشن في نفس الوقت يعني، وتخرجت من هناك وجيت مصر. أوكي، بتشتغل في مجال إيه؟ الأول لما ابتديت كنت بشتغل في الإمبورت إكسبورت، وكان عندنا توكيلات وكده وحاجات كده أهو. وبعدين طورنا شوية، ابتديت أشتغل في مجال الـ IT حاسبات الآلية كده، ومجال السكة الحديد، فإحنا كنا أكبر متعامل مع السكة الحديد. وبعدين دخلت من الـ IT على التليكومنيكيشنز، فأخدنا أول رخصة، عملت أول شركة إنترنت في مصر، وبعدين دخلت على الموبايل يعني سيلولر أكتيفيتيز، وأخدنا رخصة موبينيل، وبعد موبينيل فكرت بقى إن أنا أتوسع في المنطقة كلها في الشرق الأوسط، وبعدين توسعت في أفريقيا، وبعدين رحت أوروبا، أخدت شركة في إيطاليا اسمها ويندو واليونان وكده. هي دي المسيرة كلها يعني. ما شاء الله، من كم سنة؟ يعني من سنة 79 كل البداية كانت كده. نقطة التحول كانت الكبيرة يعني في حياتي كانت هي رخصة الموبايل موبينيل، لأن نقلت على التليكومنيكيشنز بالكامل، دي كانت سنة 95-96 يعني. هي دي نقطة التحول الجامدة جدا، لأن ساعتها ركزت بس في المجال ده، وبعدين بنيت شركة اسمها أوراسكوم تيليكوم، كانت من أكبر 10 شركات في العالم في التليكومنيكيشنز يعني. ايه اكتر حاجه من ما شاء الله كل اللي فات ده، اكتر عمل او اكتر تخصص انت كنت سعيد بيه ومستمتع وانت بتشتغل فيه؟ هو الحقيقه التخصص بتاع الموبايل ده، لان كان تحدي ان انت كشركه تطلع من مصر وتخش في منافسات مع دوتش تيليكوم وفرانس تيليكوم وتيليكوم ايطاليا وتليفونيكا، فدي كلها شركات كانت شبه حكوميه ومسنوده بحكوماتها وعندها ميزانيات جامده جدا. انا ابتديت من سكراتش، من ولا حاجه يعني. فكان في الاخر ان انا اوصل ان انا ابقى بناطح مع الناس الكبيره دي وانا بنفسي لوحدي يعني، هي دي اكتر حاجه اثرت فيا، خاصه لما رحت ايطاليا وانا عملت اكبر صفقه في تاريخ ايطاليا المعاصر يعني، حتى لحد النهارده ما حدش عمل اكبر منها، اللي هي شراء شركه ويند، كانت ب 15 مليار يورو، وكان التمويل بتاعها فيري كومبليكيتد وصعب قوي، وطبعا عشان البنوك اللي في اوروبا دي تسلف واحد من مصر يعني بالارقام كان دي تحدي، كانت شبه استحاله وكانت تحدي. وانا الحقيقه حتى انا ما كنتش متاكد انها هتخلص يعني، وانا بعملها كنت كل واحد يقول لي انت مجنون، انت فاكر ده ممكن، مش معقول وكده، بس انا اتحمس دايما لما يقولوا ان الحاجه مش ممكن. بالظبط، ده السؤال اللي انا كنت لسه هسالهولك، انت بتحب التحدي؟ بحبه خاصه لما حد يقول لي لا مش ممكن او ده مستحيل او كده يعني. حتى مع اولادي دايما اضحكهم اقول لهم يعني بابي كان دو انيثينج يعني، انا بحس ان لو معاكي ربنا مفيش حاجه ممكن تقف في طريقي. ده السبب، ناس كتير تفتكر يقول لي انت شجاع، اقول لهم لا مش شجاع، انا مقتنع بس ان ربنا معايا، فهو معايا، لو هو معايا مين يقدر عليا. بالظبط، you're driven by challenge، يعني انت اللي بيحركك هو بتحب تاخد الحاجات من الصفر. ما بحبش الحاجة السهلة، واخد بالك، وبحب النجاح واستمتع بيه، فبالتالي التشالنج نفسه هو ده الجزء من النجاح، انك تتغلب يعني، انك انت يبقى في حاجة صعبة قوي تقدري تعمليها، دي احلى حاجة في الدنيا لو كل حاجة سهلة يعني. انا من الاصل مثلا ما رضيتش اشتغل مع والدي لما جيت من بره، لسبب ان دي كانت هتبقى داخلة سهلة، فرشة سهلة يعني بقى. وازاي هتتعامل معايا الناس اللي في الشركه لما لاقيني انا ابن صاحب العمل ومش عارف ايه، ففضلت ان انا الاول اشتغل بعيد واثبت نفسي، ومن منطلق مادي كمان اكون انا يعني ملك نفسي يعني. انا عملت وانا عندي 23 سنه، انا كنت اغنى واحد في مصر وهو عنده 23 سنه، كنت عملت ربع مليون دولار وقتها، ربع مليون دولار ده كان ايه؟ رقم. فكان ممكن اشتري شقه، وكان ممكن اتجوز، كنت اجيب عربيه وكل حاجه عايز اعملها. ده عملته بنفسك؟ ما عدا الجواز اتاخرت فيه شويه يعني، كنتش مستعجل عليه. كنت مبسوط باللي انت بتعمله؟ كان الشغل واخدك؟ انا طول حياتي كنت، انا انت عايز تعرفي بس اشرح لك اول كام سنه في حياتي، انا كنت بصحى الساعه 6:30، ابقى على مكتبي الساعه 7، اشتغل لحد الساعه 3، اروح اتغدى ساعه وانام ساعه، وارجع المكتب تاني من 6 لحد 10 او 11 بالليل. ما كنتش باخد ولا ويك اند ولا اجازه ولا اي حاجه، كنت اشتغل من حوالي من 14 ل 16 ساعه في اليوم يعني، واخده بالك؟ قعدت على المنوال ده 3 سنين يعني. السؤال، انت كنت بتعتبر ده شغل ولا كنت مستمتع بيه؟
لا طبعا مستمتع بيه. اصل بصي، اللي يعتبر حاجه شغل مش هينجح فيها، ومش هيدي يعني كل ده. انا ممكن اديكي مثلا، كنت مثلا اصحى الساعه 6 ونص 7، فكانت مرتي تقول لي انت مالك متسربع كده وبتاع، انت عندك ميعاد تحت؟ اقول لها لا. تقول لي مالك مستعجل كده؟ اقول لها عايز انزل اشتغل، انا بحب شغلي، يعني في اثاره وفي فرح وكده. ما ينفعش، ما حدش ممكن ينجح في اي شغلانه الا لو بيحبها. صحيح. او بيحب شغله. بالظبط. بتختار الناس اللي بيشتغلوا معاك على اساس ايه؟ يعني طبعا انت عارفه الكيمياء والقبول ده مهم جدا. طبعا بشوفهم من ناحيه الذكاء وسرعه الفهم بتاعتهم. بفضل الناس الطيبه، يعني احيانا بستبدل الطيبه ممكن اعمل تولرنس في الافيشنسي عشان واحد طيب شويه، والامانه وكده، هي كومبينيشن. بس كلها للاسف انا بحكم بقلبي مش في الاول. ليه للاسف؟ هو طبعا العقل هيديك القرار الاصح دايما، واخد بالك، هيديك القرار المادي الاصح او القرار العملي الاصح. بس انا دايما اما عقلي وقلبي بيختلفوا، وما اعرفش ليه بمشي حوالين قلبي. ما بيغلطش كتير يعني نسبه الخطا بتاعت القلب 10%، مش اكتر من كده. ايه اكتر قيمه اتعلمتها في بيتك وفي دراستك؟ لا، من كله يعني بيتي، من والدي ووالدتي. يعني طبعا والدي علمنا ان اهميه السمعه، ان الراجل بكلمته ما يرجعش كلمته ابدا، انه يدي كل واحد حقه، حتى لو منافس، حتى لو عدو، لازم تدي له حقه. الانضباط، زي ما احنا الصعايده بيقولوا المدحره، والدي كان مدحر جدا يعني، تفضل ورا الحاجه. والدي كان يعني، شوفي انا مدحر ولا حاجه جنب والدي، يعني والدي ده ما صخره يخش فيها ويحفر. انا اتعلمت دي منه هو اكتر حاجه يعني. وصبره. خدت منه كل حاجه ما عدا حاجه واحده او حاجتين يعني. اول حاجه ان هو بيسامح. انت ما بتسامحش؟ لا ما بسامحش يعني. انا ميتش ما بيدفنش. ده من اول يوم ما بتسامحش ولا ده بعد كده؟ لا انا لحد كده، لحد النهارده. الا لو حد غلط واعتذر يعني، قال انا غلطت انا اسف، ده ساعتها. لكن لو هو مشي بالغلط وكابر، لا. والحاجه الثانيه طبعا هو كان راجل حريص جدا، وانا راجل مسرف جدا. اكتر قيمه اتعلمتها في شغلك؟ قبل، بس عشان ما انساش والدتي قبل شغلي، والدتي بقى علمتني اهم حاجه في حياتنا، وهي محبه الله ومخافه الله. زي انك تحبي ربنا وفي نفس الوقت تخافي منه عشان ما تزعليهوش، ما تاخدوش. فهي دي على زعله. حطيتها جوانا كلنا على فكره، كل الثلاث ولاد فيهم الحته دي، وبالتالي ما بنعملش حاجه غلط عشان دايما حاسين ان ربنا بيبص علينا كده، وفي نفس الوقت بنحب ربنا فمش عايزين نزعله يعني. في شغلي ايه اكتر حاجه بحبها يعني؟ ايه اكتر قيمه خرجت منها في شغلك؟ هي مش قيمه، اللي هي الصلابه يعني. لان طبعا انا كل ما اللي تعرضت ليه في حياتي، والصدمات والمؤامرات والكفاح والوقعات كله والغلطات وكله، فبتديكي في الاخر بتبقي صلبه جدا، ما تستحملي اي حاجه. حلوه قوي النقطه دي. انا عايز اعرف لما بتقع او لما بتاخد خبطه جامده. انا ما بقعش يعني، اخد الخبطه كده ما تحسيش ولا اللي قدامي يحس انها وجعتني، ولا ان هو تعبني، ولا اذاني، ولا اي حاجه، ولا يفرح، ولا يعرف خالص انه ضربني، يقول لك ايه ده. بس من جوه طبعا عمال اقول اي وبتاع من جوه، لكن من بره ما يشوفش حاجه. بتتابع كوره؟ بس مش انا، ما اعتبرش نفسي يعني من اللي هم دي من اهم هواياتي، او ان انا متابع جيد او كده. بس بتابع، بس مش يعني مش بتشدد يعني. حاجه معينه بتشجع فريق مين جوه ومن بره؟ لا، جوه الاهلي بصراحه ما بشجعش اي فريق بره معين يعني. بس طبعا عشان اخويا اشترى او شارك في استون فيلا وكده، فبقيت العيله كلها بتتفرج دلوقتي على استون فيلا. طبعا بتشجع. احنا بنشجع استون فيلا. ايه اكتر فيلم قديم بتحبه؟ الفيلم بتاع نجيب الريحاني، لعبه الست. اوكي. بس الحقيقه كل افلامه، ثلاث افلام اللي عملهم، بس هو لعبه الست يمكن قريب لقلبك. اكتر واحد، لانه في حته كده حلوه قوي، هي الفرق بين يعني مساله الفلوس والغنى وكده، وازاي دي مش هي اهم حاجه يعني. ايه النصيحه اللي حابب توجهها لشخص بيسمعنا دلوقتي وعاوز يقتدي بيك؟ هي بديها بقولها كل الوقت يعني هي بالانجليزي don't take no for an answer، ان انت ما توقفش عند اول عقبه وتفتكر ان هي خلاص يعني، عمرك ما تيأس، دايما تحاول وتقدر تحاول، ولو ما نفعتش من اليمين تطلع على الشمال، ولو ما نفعتش الشمال تنزل تحت، ولو ما نفعتش من تحت تطلع من فوق يعني. يعني دايما لازم يبقى عندك مثابره. بمناسبه الوقت، انت لسه بتتكلم عن الوقت، الوقت بالنسبه لك اغلى حاجه.
مفيش حاجه بتضيع يعني، مفيش ثانيه بتحب تضيعها غير في حاجه حتى مفيده. انا مثلا ما بسافر تلاقيني موظف، يعني اي حاجه ممكن تاخد وقت انا اعملها مسبقا، واخده بالك ازاي؟ بحيث ان انا بقلل المسائل. انت عارف في ناس بقى بتيجي مسافره بقى تقعد توضب الشنطه ساعتين وبعدين تسحب ليها بثلاث ساعات وبعدين مش هتعرف. انا تلاقيني يعني كل حاجه تك 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 مثلا تلاقيني لو مسافر بعد يومين ثلاثه اوضب الشنطه قبلها بيومين. هو تفرق ليه؟ لازم اخر يوم فتبقى الشنطه خلصت، واخد بالك؟ ابعت باسبور المطار يبقى الباسبور راح، يعني كل حاجه كده. فتبص تلاقي انا بعرف اوفر وقت كتير. وقت مهم. طيب هننتقل دلوقتي للجانب المؤسسي. ايه الرابط ما بين شغلك الاساسي البيزنس بتاعك واهتمامك ودعمك للعمل التنموي؟ يعني اعتقد ان صاحبه الفكره كانت ماما، وان كان اخويا الوسطاني سميح، لان هو دايما يعني اكتر واحد فينا جنرس يعني في الخير. يعني ما فيش رابط بين شغلي غير ان شغلي هو اللي بيديني الماده، بيجيب يعني بيجيب الفلوس اللي احنا بنحطها في المؤسسه يعني. وطبعا في شغلنا عندنا في الشركات بتاعتنا السوشيال كونسل يعني السوشيال ريسبونسبيلتي كنا بنعملها على نطاق ضيق يعني، لكن مش زي شغل المؤسسه اللي هي شغل مؤسسي بقى على مسافه واسعه قوي كده. فمفيش رابط غير ان طبعا هو من ارباح الشركه اللي بتجي لنا هو ده اللي نصرف بيه على المؤسسه يعني. يعني نقدر نعتبر ان عائله ساويرس بتعتبر المؤسسه انها بترد للمجتمع. للمجتمع ولربنا. طبعا. يعني هو ربنا في الاساس يعني. لان ربنا هو برضه زي ما انا دايما بساعد الناس، اللي بيقول ان ربنا اكرمني فانا برجع له بان انا اساعد الناس برضه زي ما هو ساعدني يعني. واخد بالك ازاي؟ عشان كده ما بزعلش لما حد مثلا يبقى عمل وقفت معاه وكده ويطلع في الاخر ما كانش انت بتعامل ربنا فيه مش بتعامله. المؤسسه بتشتغل في مجالات مختلفه، تعليميه، اجتماعيه، اقتصاديه، ثقافيه. ايه المشروع او المجال الاقرب لقلبك؟ مش الاقرب لقلبي، اللي هو المجال اللي احنا قررنا في اول حياه المؤسسه انها تركز عليه، وهو مجال خلق فرص العمل. يعني هو الرزق من عند ربنا صحيح، لكن انت ممكن تساعد الناس انها تتلقى هذا الرزق، انها تلاقي، فهي دي اصعب حاجه. فاحنا كنا شايفين ان اوحش مشكله موجوده الشباب اللي بيطلع ده كله وعايز يكون حياته وعايز يتجوز ومش لاقي شغل. فركزنا في المؤسسه في الاول ان احنا نساعد المؤسسات او الجمعيات اللي هي بتشتغل على المين ستريم دوت، اللي هو خلق فرص عمل للناس ومساعدتهم. فمساعدتهم ازاي؟ لو هو ما عندوش السكيلز ففي تدريب، فدخلنا من التدريب على التعليم ومن التعليم على الصحه، لان هي كلها منظومه واحده. صحيح. فهي جت كده يعني التنميه المستدامه. لكن اهم حاجه بالنسبه لي هي دي، انك انت يعني جامعات اللي احنا بنساعدها في الصعيد دي بالفعل عملوا خلقوا فرص عمل خصوصا للستات في الصعيد اللي ما كانوش بيشتغلوا قاعدين في البيت. النهارده اصبح عندهم مورد رزق، بيصدوا مع الراجل بيساعدوا في البيت لما يجي يتجوزوا عيالها، ما هي عندها ايراد وهو عنده ايراد، والست بتحس بذاتها لما يجي لها فلوسها يعني. ايه اكتر فئه مستفيده من مشروعات المؤسسه اللي بيميل قلبك لتقديم الدعم ليهم وشايف انهم على راس اولوياتك؟ بالنسبه لي انا، بس طبعا مش المؤسسه بس، هي الصعيد يعني كل الصعيد، لان هو الاكثر فقرا والاكثر احتياجا والاكثر اهمالا. اهمالا. ايه ابرز المحطات اللي مرت بيها المؤسسه من وجهه نظرك على مدار ال 20 سنه اللي فاتوا؟ كان في مرحله كنا كلنا بنقدم الدعم المادي وكده، مش كلنا كنا بنحط وقت، فكان في تفاوت في الوقت اللي بنحطه. وطبعا وقتنا اهم من الفلوس، لان هو اللي بندي فيه الفيجن والفكر وكده. فلما جت نورا عملت فرق كبير جدا، لان نورا من يعني الجيل بتاعنا اكتر، وهي درس في هارفارد وجايب فكر جديد خالص وكده. فنجحت مره واحده انها ترجعنا كلنا نحط الوقت بقى، وطبعا نحط الدعم المادي برضو، بس الوقت كان مهم قوي، وحصل طفره في مؤسسه كبيره جدا يعني. كويس قوي. طيب عندي شويه صور هوريها لك وانت علق لي عليهم. طبعا دي الصوره اول ما افتتحنا المقر الجديد، ووالدي يعني يمكن من المرات القليله اللي جه فيها المؤسسه، والدكتور حاسم حسن طبعا كان على راس المؤسسه يعني. بصراحه الدكتور حاسم برضو يعني ليه فضل كبير جدا في المؤسسه دي يعني، ما صوري عمره ما اخلف معاده، ويجي دايما وحط وقته وفكره، هو راجل عظيم يعني بصراحه يعني. وطبعا السفير محمد شاكر برضو كان من اوائل الرعاه، كان يوم حلو يعني زي ما انت شايفه بابا بيضحك، كان يوم مبسوطين بالمقر الجديد. لا الصوره وكان مبهجه كمان. اللي بعدها اعتقد دي دي صوره كانت في مسابقه كان عاملينها نورا والدكتور محمد شاكر برضو لجمعيات، مسابقه ايه احسن جمعيه خلقت فرص عمل يعني. ودي كانت حلوه قوي، لان هي عملنا تنافس بين الجمعيات كلهم مين اللي محقق اكبر نجاح، وده ساعدنا في ترتيبهم على الاساس مين اللي ندعمهم اكتر طبعا بدرجه التفوق.
ده كان عقد، كنا بنمضي عقد ما بين المؤسسة وبين شركتنا اعتقد كدعم يعني كسبونسرشيب للمؤسسة يعني، ده المشروع بتاع زد. برضو ابني أنسي هو كان أول مرة يبتدي يتحرك مع نورة في مؤسسة، والحمد لله هو اتحمس قوي للمؤسسة، وهو دلوقتي اللي بيضغط عليا أكتر أنا ندي فلوس أكتر ونقف أكتر وتدي وقت كمان ووقت، أو هو بيدي وقت، بس هو اللي حرك كمان موضوع الفلوس شوية. أنا كنت ماسك إيدي شوية، هو قال لي لأ دي حاجة كويسة قوي، وهو إيده ماسكة أساسا، فلما هو يقول لي هو اللي يقول لك كده، ما هو خد الكروموسومات بتاعت جده بقى. بس أنت اللي إيدك فرطة وهو فهو جالي قال لي ما أنت إيدك فرطة في كل حاجة. ما جت على دي الصورة حلوة قوي يعني. أيوه ده حقيقي، صورة عظيمة. نرجع تاني الأسئلة الختامية. السنة دي كانت سنة حزينة، فقدنا عميد عائلة ساويرس السيد أنسي ساويرس. إيه أكتر قيمة اتعلمتها منه بصفتك ابنه؟ أنت ذكرتها في الأول، بس خلينا نتكلم في الخير. حاجة اتعلمتها منه إن رغم مشغولياتك أو أي حاجة، لازم دايما لما حد يلجأ لك إنك أنت يعني تستجيب. كان يكلمني هو في وسط شغل يقول لي معلش للراجل ده قريبنا وفي سواج وكان محتاج انه يترقى وعايزين واسطه ليه، بس لان هو بقى له كذا سنه المفروض يترقى وما بيترقى يعني. ابص استغرب استغرب قوي يعني كده وكده. فتعلمت منه يعني الحته دي برضو، ان هو رغم كل المسؤوليات لا تعزف عن مساعده الناس يعني. والحاجه الثانيه زي ما قلت لك، اهم نقطه بس اكتر حاجه اتعلمتها منه هي ايه؟ المدحره دي، انك انت ما تاخدش لازم تفضل ورا الحاجه لحد ما تخلصها. الله يرحمه. وايه النصيحه اللي ممكن تقدمها على لسانه؟ وصيه، خلينا نقول وصيه احسن من نصيحه. وصاني دايما ان انا اخد بالي من اخواتي، قال لي حتى لو غلطوا معاك، حتى لو اتعصبوا عليك، حتى لو عملوا معاك اي حاجه، انت كبير المفروض يعني تبلع كل حاجه وتقدر تاخد بالك من اخواتك. بس النصائح اداني كتير قوي في حياتي، انا بس مش فاكرهم كلهم دلوقتي، لانه كنت دايما انا باخد منه نصايح كتير قوي يعني. بالظبط، ده كان سؤالي كمان الجاي. انت دايما كنت بتلجا له؟ دايما كنت بترجع له بالرغم ان انت قررت وخدت القرار انك تشتغل؟ لا انا كنت ارجع له قبل يعني عندي قرار، بس ارجع له اخد رايه دايما في كل حاجه، عمري ما خالفت رايه. دي حته صعيد احنا عندنا كده قطعونا قطيع عندنا في الصعيد. بعد مرور 20 سنه على اطلاق المؤسسه بدعم من الجيل الاول الاباء، ست الوالده ووالد حضرتك، والجيل الثاني الابناء حضرتك واخواتك، هل ستشهد الفتره القادمه مشاركه الجيل الثالث الاحفاد؟ واضح من الصوره مش الفتره إيه المقبله، هو اوريدي الجيل الثاني على الاقل ابني انا أنسي ابتدى يبقى مهتم وبيساعدها ومتداخل، ودي حاجه كويسه يعني. طبعا ده غير شغله يعني، هو اكيد بيشتغل معاك برضه ولا هو بس بيشتغل معايا؟ انا اللي بشتغل معاه دلوقتي. والله والله كويس. هو شال الدنيا كلها، وانا بحاول الاقي لي شغل كده على جنب عشان ما ياخدوش بالمره يعني. هو سحب يعني الحمد لله. الحمد لله، ربنا يخليه لك يا رب. كلمه ختاميه للعاملين في المؤسسه والمستفيدين من خدمتها. اللي عاملين بقول لهم دايما خلوا عندكم قلب يعني، ما تبصوش لاي حد. شايفين طريقه كده الناس بتتحول، اللي هي بتبقى بتساعد كانها هي اللي يعني ليها الفضل وليها كده، فدي حاجه مش كويسه. بتمن على البنية. فخليكم دايما حاسين بالناس وحاسين انكم انتوا بتاخدوا جزء من الخير ده، فتبقوا خيرين مع الناس على الاقل بطريقتكم ووقتكم. المستفيدين طبعا اقول لهم بقى ادعوا لنا يعني وصلوا لنا دايما عشان نبقى احنا خدنا يعني حاجه عند بركة. ربنا عند ربنا بركة. يعني بس مش عايزين اكتر من كده.